أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن ظاهرة فشت، فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟ إيش؟ عن ظاهرة؟ عن ظاهرة فشت. فشت؟ أي نعم. إيه؟ فيقول: ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته، حيث يعمل لذلك حفلة خاصة يجتمع فيها أهل العروس والعريس، ويقوم الرجل بتلبيس المرأة دبلة الخطوبة، ثم يقومون بقطع كيكة توضع أمامهم بحيث يمسك بيدها ومعهما السكين فيقطعون تلك الكيكة؟ هذه من العوائد، من العوائد الباطلة التي لا أصل لها، لا أصل لهذا العمل ولا للشبكة ولا، وإن كان هذا فيه اعتقاد أنه يحصل به الرغبة بين الزوجين والمحبة بين الزوجين، هذا حرام لا يجوز، هذا اعتقاد باطل. نعم.